احد المنتسبين ملتقي به حضرته قبل 8 اشهر واعده بترقيه وسفر خارج العراق للعلاج فورا وراتب معين. شوفوا ناشدته. السلام عليكم. ان الجريح تابع الى وزاره الدفاع الحاصل على نسبه عجز 100%. قابلت السيد رئيس اركان الجيش المحترم قبل 8 اشهر ووعدني خيرا بالسفر فوري للعلاج خارج القطر وراتب معين وترقيه. قول يابا. سيدي انا نسبتي 100% عدس كامل. هسه صار عندي صار مرض مناعي عندي بالقولون يطرح يسوي اوران. سويت عمليتين في 2021 وهسه هم طلعت اوران وهم قال الدكتور عبد ايش رايك يسوي تشيس خارجي برا. زين شو اللي تريده مني؟ انا اريد منك طلبا بس اريد تسافر برا تعالج حتى حتى لو حصلنا قولون وهذيك شغله ثانيه معين انا 100% يعني فلوس بس روح بس علي موضوع المعين دكتور محمد عين شوف لي شو اللي يحتاج منك مدير الامور الطبيه شوف معين عين علي وياك لو ارعد مدير الامور الطبيه العسكريه يا ناس انا بيك سيد العزيز شهرتنا بحضرتك عميد مقداد اي نعم صحيح يسلم عليك السيد رئيس اركان الجيش عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحضرتك تعرف زين انه رئيس اركان الجيش بموضوع الجرحى هو متبني تقريبا الموضوع كله العسكريين صحيح تمام حسب توجيهاته احنا قمنا بزياره اليوم للجريح علاء عزيز يمكن تدري او عجل. ما تدري بهذا الموضوع او تعرف ان البارحه اتصلنا بيك نعم وحضرتك نعم في المستشفى وعلى مود التابع الخطه العلاجيه نعم صحيح السيد رئيس اركان الجيش يسلم عليك الموضوع السلام. هذا اهتمام اكيد وحاول انه خلال هالاسبوع تلقي له خطه علاجيه سريعه ان شاء الله بتسهيل الله سبحانه وتعالى واي شيء يوقف عندك في الموضوع موضوع يعني تحليل اشعه رنين سونار شيء جديد رادته المستشفى تسربينه مباشره حتى احنا ننقل الجريح راسا الى اقرب مكان نكمل فحوصاته ودزيتها ايميل اذا ولا اوراقه كامله كلها ان شاء الله كامله انا اريده من عندك حسب توجيه السيد رئيس اركان الجيش الاهتمام بهذا الموضوع حاول خلال هذا الاسبوع تجي لنا حل دزلنا مستشفى لها خطه علاجيه مال الجريح هو شنو سيدي عنده بالضبط الحاله مالته حسب يعني ما شفته هو عنده التهاب القولون المزمن مسوى بسبب العوز المناعي اذا تتذكر اوراقه صحيح هو هذا عزيز علاء عزيز عاجل انت اوراقه عندك فيه لذلك الخطه علاء عزيز عاجل اي اتذكر عندي يعني والبارحه صار اتصال عندي مسوي لهم البارحه صار ملاحظات خاصه يمي البارحه صار وياك اتصال خبرك مقدم محمد صحيح خبرني مقدم من شفت بالمستشفى بالضبط بالمستشفى بهذا الخصوص يعني حاول انه تلقي لي مستشفى واحتمال السيد رئيس اركان الجيش يخابر طبعاً أشكر السيد رئيس أركان الجيش المحترم على إرسال لي مستشاريه العسكري للوقوف على صحتي وحالتي وأشكر السيد اللواء حسين مدير إعلام رئاسة أركان الجيش والسيد مدير خدمات شرطة اللواء علي إبراهيم دبعون والسيد مدير الأمور الطبية السيد اللواء رعد وأجابوا على أسئلتي وحالتي الصحية ونستبشر خير إن شاء الله نستبشر خير من السيد رئيس أركان الجيش اللي هو ما قصر ويا أي جريح ندعي له إن شاء الله بالصحة والعافية ترقيت أنا خلال هالسنة مرتين ترقيتين والمعين إن شاء الله تكفل بالسيد اللواء علي إبراهيم دبعون والسفر وسويت كفر باللواء رعد وإن شاء الله أمور تبشر بخير وإن شاء الله أعيد الجهال وإن شاء الله أمورنا تتحسن إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد